سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بشرى عظيمة يزفها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته: سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة. قيل إن هذا الظل هو الجنة، وقيل شيء يستظل به الصالحون، وقال الشيخ زكريا الأنصاري: هو ظل عرش الرحمن. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم مناقب أولئك السبعة حتى تعلو الهمم ويجتهد في العمل. الإمام العادل والي أمر المسلمين، يقيم شرع الله ويحقق مصالح رعيته ويدرأ المفاسد عنهم، وينصر المظلوم وينصح السائل، ويكرم المحتاجين والفقراء، ويدخل في حكمه كل من تولى أمر فئة من الناس. شاب نشأ في عبادة الله. الشباب أكثر الناس عرضة للفتن، فإذا الشاب تربى على تقوى الله وجاهد نفسه وقيد هواه أكرمه الله بالشرف الرفيع. رجل قلبه معلق بالمساجد. المحافظة على الصلاة في بيوت الله تؤتي صاحبها فضلا كبيرا، وتورثه النور التام مع المشائين إليها في الظلم. رجلان تحابا في الله. الحب في الله أسمى أنواع الحب، يتصل بالمولى سبحانه ويسير إلى رضاه في المودة والخصومة. رجل يعف نفسه عن النساء. رجل تأتيه الفتنة ساحرة فيعرض عنها، يصبر أمام جمال المرأة ومالها، لا يبتغي غير الله، وإنه لجهاد عظيم لا يحسنه إلا المخلصون. رجل يخفي صدقته. عبد يتصدق في السر لتكون خالصة لوجه الله لا يلوثها رياء. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل يتقي الله في خلواته، فهو في السر كما في العلن يذكر الله فتفيض عيناه من خشيته. قال مطرف بن الشخير: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا.